قوليلي مين اللي في الصورة؟ ده محمد. مين محمد؟ زميل. اوكي حلو قوي، بداية مبشرة. اللي بعده مش مرتبطين ببعض قوي بجد. ما يخصكيش، خليكي في حالك بعد اذنك. اصل غريبة يعني. خليكي في حالك بعد اذنك، بيخرج من غيرك. خليكي في حالك بعد اذنك. مش ممكن. الصورة دي كانت ايه، امتى؟ الشتا ده ولا اللي فات؟ لا الشتا ده. حلو. اللي بعده دي اخته. ايوه. اسمها ايه؟ اسمها سارة. سارة. اوكي تمام. اللي بعده. لا ثانية ثانية ثانية. مين دي رون؟ مين يا عمار دي؟ طب انا بس سارة يا جماعة. انا ثانية واحدة. انا ثانية واحدة. مش دي سارة؟ طيب في حاجات. لا هي مكتوب عليها برايفت. شبه سارة بس هي مين دي يا عمار؟ اهدي يا عم، نطلع نتكلم. لا نتكلم في ايه؟ مين دي؟ لما نطلع نتكلم. لا يعني ايه نتكلم؟ مين دي؟ قلت لك لما نطلع نتكلم. هي الصورة. ايوه ايه ده؟ بصي بصي الصورة دي هما في الكنترول روم بيقولوا لي. انت مالك انت دلوقتي؟ انت مالك؟ خليك في حالك دلوقتي كده بعد اذنك. دلوقتي مين يا عمار؟ بيقولوا لي الصورة. طب ثواني ثواني بس. لا ثواني ايه؟ هقول لك ثواني. الناس اللي معايا تليفون بيكلموني دلوقتي بيقولوا لي دي من على الواتساب. طب انا بس انا عايزين نخش على الواتساب. هو رقم. ليه؟ انا قلت لك هندخل على الواتساب. بس هي الفكره بقى ان هو انت هو خايف الحاجات دي، بس احنا عشان بنعمل باك اب طبعا الاي تي بتاعنا. ممكن تفهمني في ايه بتاعنا او ايه ده؟ اما نطلع نتكلم. لا مش لما نطلع دلوقتي. ليه لما نطلع؟ طب ليه لما نطلع؟ لما نطلع هنتكلم. لا مش لما نطلع، انا عايز افهم دلوقتي. طيب يا جماعه انتوا جايبين توقعونا ولا جايبين تعملوا ايه؟ انا عايز افهم. احنا مش جايبين جايين مسابقات. ثواني يمكن حاجه مفهومه غلط. هم مالهم يا عمار؟ هم ايه ده؟ طب احنا جايين برنامج مسابقات لما نطلع نتكلم. يعني ايه مش فاهمه برضو؟ اما نطلع نتكلم. لا مش لما نطلع. ما تقعدي ساكته انت كمان. عمار انت إيه في المسابقه؟ هي مش ناقصه. انت مالك انت وهي؟ ما تخلينا في المسابقه. طب عمار انت مضيت على اقرار ان احنا ممكن ناخد تليفونك صح؟ اه. وانا لما سالتك على الهواء قلت لي تمام ممكن ناخد التليفون. تمام تمام. بس مش برايفسي جدا. طيب مش هخش على برايفسي قوي. طب روان دلوقتي روان في فويس مسدجز في الكنترول بيقول لي تحبي تسمعيها يمكن نفهم. افتحوا لنا يا جماعه الفويسز كده. لا سمعي سمعي. لا اسكت خالص دلوقتي يا عمار. انت مالك اقرار؟ انا كلامي مع انا مش عايز اتكلم معاك. هي واحده دلوقتي بصراحه رهيبه. لو سمحتي. ممكن لو سمحتي تخليهم يسكتوا عشان احنا انا مش عايزه اسمع صوتك. اللي مش تسمعي صوتي ازاي يعني؟ مش عايزه اسمع صوتك ازاي؟ سمعونا يا جماعه الفويسز. او ماي جاد. موضوع كبير. او ماي جاد. طب يا جماعه كده انا مش هينفع. ايه ده يا عمار؟ مش هينفع. اما نطلع. ايه ده يا عمار؟ نطلع هنتكلم خلاص. ليش لما نطلع؟ ايه ده؟ اما نطلع هنتكلم خلاص. اما نطلع نتكلم. جماعه كده بقت فضيحه. مين دي؟ ما ينفعش يا جماعه كده. بعد اذنكم الحاجات دي ما ينفعش تتذاع. بعد اذنكم. هو ده كل اللي همك ما ينفعش تتذاع؟ ايه القرف ده؟ ما ينفعش. اما نطلع نتكلم خلاص. لما نطلع نتكلم. اهدي اهدي. لا مش لما نطلع. اهدي اهدي بس. اما نطلع اوعى ايدك. اما نطلع هنتكلم. مفيش كلام بينا تاني اصلا. خلونا يا جماعه. انت اسكتي خالص. انت فاكر ان هيبقى في حاجه بينا تاني اصلا؟ اهدي بس. اهدي اهدي اهدي. اوعى. اهدي بس. اهدي روان. اهدي طيب. اهدي اهدي معلش عشان احنا هوا. انا اسفه جدا جدا جدا. بتخوننا يا عمار؟ اهدي. اهدي. بعد كل ده؟ اهدي طيب. معانا مداخله يا جماعه. معلش روان انا اسفه انا اسفه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جماعه المنظر ده ايه اللي بيحصل ده؟ يا فندم ممكن تخرسي خالص وما تضحكيش ولا تعملي اي حاجه؟ مالك ومالي انا مالي بالمواضيع دي؟ اتكلمي معايا كويس يا بنت. انت مستفزه. انت مجنونه ولا ايه؟ هي بنتي اللي مجنونه. انت كمان. انت كمان ايه بقى ودلوقتي مشكلتك مع جوزك مش معانا؟ احنا في المسابقه دلوقتي. تعرفي اسكتوا.
مشكلتكم انتوا الاثنين احنا مالناش دعوه. تعرفوا تسكتوا؟ ممكن تخلينا في المسابقه تعرفوا تسكتوا؟ لا ما نعرفش. تعرفوا تسكتوا ولا زفت؟ والله العظيم تعرفوا تسكتوا؟ ده انت انسانه مستفزه. والله بس انت انسانه مستفزه اذا كان انت ولا جوزك. بس يا حبيبي بس اهدى، احنا في المسابقه اهدى. احنا بقول لك معانا مداخله ثانيه، معانا مداخله ثانيه دلوقتي. انت تسكت خالص، ما اسمعش صوتك دلوقتي. انت بتتريقي عليها يعني؟ انت متخلفة ولا ايه؟ اهو. انت فعلا متخلفة ومريضة نفسيا دلوقتي. اهو انت في القرف في شكلك. انت بتتريقي عليها ليه؟ هي تستاهل. انت بتتريقي عليها ليه؟ عشان في المسابقة. لا هي احسن منك بجد. ولما هي احسن منها ومن اي حد انت رايح تتجوز ليه؟ ومحدش لحدش ليه دعوة يا جماعة. محدش ليه دعوة. ما كنتش جيت المسابقة. انت عارفه ايه واحده بامنه لك بقى لها 6 شهور واكيد بتجهز وصارفه مصاريف قد كده ازاي؟ انا ازاي معانا مداخله ثانيه ازاي؟ طيب انا مش مستوعبه بجد، انت ازاي تعمل كده؟ طب نسيبهم هنا ولا نعمل ايه؟ مش هنخلص كده. نطلع ايه؟ خلاص اهدي خلاص اهدي، هنتكلم هقول لك كل حاجه بس إيه. انت تخلص، انا مش هسمع منك اي حاجه ومش هسمع منك اي حاجه اصلا. قد ما واحد الله مالكش دعوة بيا يا عمار دلوقتي. وانتي تسكتي خالص دلوقتي. انتي مستفزة جدا قوي، ابعدي عني. هتعملي لي ايه يعني؟ بلاش تعرفي اعمل لك ايه يا مامي. خفت قوي، ما شفتيش وانا خايفة دلوقتي. احنا في المسابقة، خلينا في المسابقة. قول لهم يا ريت تخليكي في حالك احسن عشان ما اقلش منك. قول لهم ان احنا في المسابقة.